اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم فيديو ديالنا غادي نديرو لكم على الكاسكات. اول حاجه خدمنا دروب الكاسكات، غادي نقول لكم سمح لنا غبرنا عليكم، ولكن ابتداء ان شاء الله من الشهر 9 غادي يكونوا فيديوهات وفيديوهات واعرين واكسسوارات واعره. انا كنوعدكم وغادي يبان لكم شويه ديال الطو ديال الكراج من بعد نصرحوا على هذا الشيء هذا. المهم دابا الهدف عندنا هو الكاسكات، كاين فيه جوج ديال الكاريتي اللي كما عرفوا هي السميه هذه ريبلي، وهذه الشركه كما تشاهدوا ديال لاند. انتما المهم انا هو طبعا فيه مادين، نختاروا هذا اللون نيت اللون فينا هي فيها مادين انجيا. هي نسبه الوزن ديالو فيه 950 غرام. ها هي كيفاش 50 غرام على 50 غرام، هو خفيف بزاف، خفيف وفي نفس الوقت مجموع في الراس وفيه كاع لي طاي. انتما هاكا التركيبه ديالو مجموع وفيه الدجاجه، الدجاجه هي بيضاء ماشي كحله. دجاجه بيضاء ماشي كحله، ماشي بيضاء فكرتيني، دجاجه كحله كحله هذه. انا نشوفوا هذا باش يبان لي مزيان، باش نحيدوا هذا. شفتوا كي تتبان بارون تتبان هي فيمي شويه هكا. بالنسبه للالوان فيه هذا وفيه الخضر، كنخرجوا على نساعدوا معنا هكا باش ندوزوا من هذا. وبالنسبه للطي فيه اكس ال وفيه الال وفيه السمول، فيه ثلاث نون. هل الام هي شتي في التاير دورو شويه. انتم تعدوا السميه ديالو ريبلاي اعاده. انتم فيه قلنا هذا الخضر هو دوزنا، نشوفوا الزرق بالكحل هذا كما تشاهدوا تصاوب باش ما نحيدو لك عينا قربوا يشوفوا. وبالنسبه راه فيه الدجاجه ما فيهش شي حاجه اخرى كما فيه نظاظر ولا شي حاجه. الداخل ديالو مقلب مزيان، انا نجبدو على عاوتاني باش نجبدو كل واحد نجبدو بوحدو. هانتوما هذا مخدوم من الداخل، ماشي شي حاجه اللي هي داك شي حاجه كاليتي ناقصه ولا شي حاجه. هانتوما تشوفو السدان ديالو عادي، ماشي شي سدان اللي فيه عاديه، طاقة زيتي العادي. المهم كاسك صراحه مزيان، حتى الثمن ديالو مزيان. الثمن ديالو غادي يسولني على الثمن ويقول لي نسيتيه، الثمن 340 درهم. وهنا فين تيبيرجي الراس هكا بالعرقه تيدخل البرد من هنا وهنا تسدهم وتحلهم على حسب انت كيفاش الوضعيه ديال النهار كي دايره. بالنسبه كما شفتوا اللي فيه الزرق، وكاين هذا فيه الزرق، ولكن نزيدكم في واحد الحاجه هي هذا سميتو ما نسيت ما هضرتش عليها، هي هذه تتعكس الضوء بالليل. هاد راه مهمه بزاف، كنتي شي بلاصه غادي فيها الظلام ولا شي حاجه، لانه باش يبان واش موطور ولا طوموبيل هادي تعكس الضو مزيانه. الا ضرب فيها الضو تتعكس. انتما شتي الثمن ديالو كما قلت لك 340 درهم، الثمن فيه مناسب وسو كما كاليتي هنديه ماشي ماشي شينويه. انتما شوفوا شوفوا الديزاين، الديزاين صراحه زوين والثمن ديالو زوين. انا ندوزو باش ما نطولوش الفيديو، ندوزو اللي مهم في الكاسك بزاف. فين هو هذا؟ حتى هو تيعكس الضو الكاسك تاع هو فيهم هذا السين تاع كاع تعكس الضو حسن كاع هادي هاد الصفوريه تتعاون هاد البيضيه مزيان. هذا الام انتوما نفس الديزاين، وهي هادي الدجاجه فيه شتي دجاجه ترونسبارون ماشي فيلم، دجاجه ترونسبارون او بالنسبه لاسميتو. المهم في هذا الكاسك ثاني بزاف الناس اللي عزيز عليهم الكاسك مسدود وفي نفس الوقت مفتح. هانتوما الاخوان نلبسو بعدا نلبسو باش نشوفو الطريقه ديالو. الله طريق صغير. هانتوما تتحل من هنا، تتحل من التحت من هذه. وانا بغيت تهود هذا دير ليه راسك. هانتوما فيه تا هو سمول وفيه الاكس ال وفيه ال، والوزن ديالو راه شتي كيلو 250 غرام زائد 50 غرام مارتي ديال تاش زائد مادين انديا نفس الشركه، وفيه كما قلنا الام والال والاكس ال. هانتوما من الداخل ديالو راه مخدوم، وهادي تتصبن هادي باش زينه تتصبن. ها هي انت شتي الا بغيتي تصبنها عطيتي شي واحد شي موتور عرق لك بالكاسك ما باقيش حمل تلبس الكاسك اللي لبسه هو، حيد هادي وديها صبنا ولبس الكاسك الثاني مع راسك بوحدك. انت لا عرفتي لقيتي شي واحد لبس لك الكاسك ديالك، هادي طاكيرة تبقى لك بوحدها. المهم باش ما نطولوش خلي هادي ترضى باش ما نبقاوش
ونخدم من الداخل وكاين فيه هذا اللون الابيض الابيض ما يتحش فيه الابيض وفيه هذا الابيض بالاحمر الله يلا سلطه زوينه واحد اللون سلطه نازيه والسلطه سي 50 عند السي 50 سلطه مباشره تاعي في الكاسك فيه ال هذا وين بالنسبه للخدمه نفس الخدمه من الداخل نفس كل شيء الطريقه ديال الاستعمال باش تحل هذه وفيه نظاظر لما مشيت وريتهم لكم قبيله هذا فيه نظاظر وفيه الزجاجه وهنا فين تطلع انت هنا فين تطلع الزجاجه وهنا فين تنزل شتي هذا البوطون الاورانج اللي كاين لتحت هذا قلنا سلاطه بالزرق وسلاطه بسميتو سلاطه بالزرق وسلاطه بالاحمر وعاد كاين كحل سامبل اللهم بارك الناس اللي عزيز عليهم كحل سامبل هذا فيه الزجاجه كحل وتا فيه زجاجه كحله وهو كحل كاع كحل هذا اللهم بارك انتم فيه مين هذا اللبسه اللبسه هذا عجبني هذا خصوصا الا كنتي غادي في شي طواله وهذا انتم تيبان كحل سته الصوب ديالي تيبان غاضب هذا فهمت اشوف كي تيبان من هنا وبالنسبه لي طيب باقي غنهضروا معكم فيهم وسولنا على لي طيب وكل واحد من لي طاي اللي بغاو نشوفوا ليه كاين باقي كاين ستوك وكاين فيه ها الطاي ديال هذا ال ال خلاص كتبع لي جبنا واقيلا في الكارطونه هذا الاس وهذا ال بالنسبه للثمن ديال هذا اللي هو مهم الثمن تي 480 درهم هذا اللي كيتحل هذاك 340 هذا 480 الثمن هادشي كاع مزيانين خصوصا من هذه الزياده اللي كاينه في اليمات اوكي هذا الثمن ديالو مزيان الفيديو ديالنا هو هذا نتمنى ما نغبروش عليكم ولكن كما قلت لكم تما عطيكم الشرج ان شاء الله فيديوهات زوينين واكسسوارات واعرين وكاين ثمنات مزيانين طلعوا في راسكم نتلاقاو في فيديو جديد.